آخ، ويومين ورا بعض، يومين ورا بعض، أنا ما شفت هذا الاسم في حياتي. ويلكم يا شباب في الحلقة حلقة وات، أنا حتى نسيت كم حلقة من كثرة ما أتريد. ويلكم يا شباب في يوم جديد. زي ما تشوفوا للأسف تريد، أنا سبحان الله، أنا مو مكتوب لي في حياتي أن أبني بنكر جديد من جديد. الشخص هذا دائم يقول لي بنكر، أنا عشان أبني بنكر يومين ورا بعض تريد. وات هيل، يعني ما أنا لهالدرجة ما أعرف من اللي أنتقم منه، هذا اللي وراي، هذاك اللي بجان باندت، ميني رامي ولا وش اسمه، وات. أوكي ويلكم يا شباب في الحلقة الرابعة أو اليوم الرابع. في هذه الحلقة ما راح أفرم، ما راح أسوي شيء، بس راح أحاول ألاقي ديكاينج بيسز، لأن ما يدري هذه السيرفرات شهرية، فدايما تلاقي في حاشية الخريطة في نهاية الماب تلاقي لك بيس طايح ديكاي أو متريد، تلاقي لك فيه يمكن أغراض، طاولة ليفل 2، طاولة ليفل 3 يمكن، لأن أمس فرمت كثير. أوكي هذا هو، قتلني بيوكا وعنده 2 C4. منين جاب 2 C4؟ سبحان الله، مسح كل شيء. اخذ ليتشلي كل شيء، يعني اخذ الفران، الصناديق، مسح البيس من وجوده. وش تتوقعون؟ تتوقعون هذا اللي يريدني؟ تتوقعون بان بيسه على بعد متر من بيسي؟ تتوقعون هذا؟ ايش رايكم اللي اسمه روميو يسكن في هذا البيس؟ انا اقرا في كل تقاط في التعليقات، فايش رايكم؟ هذا اللي ريدني، هذاك اللي امس حاولت ريده ريدني، ايش تتوقعوا؟ كيف ما راح اضيع وقت الخطه اني ادور في الماب، ادور حتى الاقي لي ديكاينج بيس. هذه هي خطه اليوم. ادري اني قلت ما راح افرم، بس هذا تفريم سريع، مو تفريم النوتس او الموارد، هذا تفريم سكراب، لان لو ما حصل بيس، واللي متوقع انه يصير، ما راح احصل اي شيء. فلو ما حصلت اي شيء يقدر اسوي لي بيس، بس ان شاء الله الاقي لي بيس طايح ديكاي، لانك يعني اغلب الموجودين في السيرفر هذا حقراء ويريدوك اوفلاين، دايم يريدو اوفلاين، فاكيد يعني راح اجي صدفه بيس طايح ديكاي وحصل شويه اغراض. يعني زي ما تشوفوا انا عندي سكراب حاليا تقريبا 100 سكراب. واو 150 سكراب، حلو. اوكي ناخذ الحصان ونجول في الماب ندور على ديكينج بيس. بس لحظة قبل ما اتجول، اللي مو مشترك في القناة، اوكي اللي مو مشترك ترى بيناتنا مشاكل، لو تتفرج المقاطع ومو مشترك اوكي شوف، حتى الساينتست يعني زعل، شوف يضرب، شو ما سويت شيء، هو طلع الساينتست وبدأ يضرب لانه زعل. فاللي مو مشترك يا شباب في القناة اتمنى انك تشترك، وشكرا على لايكات وتعليقاتكم الجميلة. اوكي هذا الكامباوند او المستعمرة متريدة، بس موجود هذا الشيء الغريب، سطح تويج. اوكي في فتحة، نايس هورس. وات لحظة شيء، اوكي الباب هذا مقفول، بس الباب هذاك مو مقفول، بس لو اطيح ما اقدر اطلع لان ما عندي تي سي. فوش اسوي؟ اتوقع اني راح اسوي لي سليبنج باك على السريع وانزل تحت اشوف ايش فيه، ممكن في لوت، ممكن اللوت اللي انا ادور عليه. اوكي ممكن اللوت اللي انا ادور عليه، فاسوي لي سليبنج باك وادخل اشيك وش في الداخل. اوكي لحظة الحقيقة، اوكي واو لوت كثير. اوكي وصلنا اول بطيب بيس طايح ديكاي، ما في شيء حديد. اوكي لا شيء. واو اوكي، بس اقدر اخذ اللادر والافران والوش اسمه صناديق اقدر اخذهم، يعني اوكي نوت باد فور ستارت. هذا المستعمرة مرة اوكي لحظة اوكي ليش ما حاطين وش اسمه هذا سبايكس؟ اللي ما يدري لو تسوي كاستم جيت لازم تحط سبايك، لان اول شيء يصير لو عندك حصان او لادر بوم تدخل ايزي. ما عندهم افران الشيء الغريب،
ما في توريتات. لحظة شيك، ما أتوقع. أوكي، هذاك البيس مو طايح دي كي، هذا البيس كراجات دورز مو طايح. أوه شيت، ما عندي لو جريد. أوكي، طيارة مجانية بس يحتاج لي أجمع شوية لو جريد. أوكي، البيس ما طايح دي كي، ما في أفران ولوتها، بس في هيلي مجانية اقدر اسرقها، وهذا شيء مرة كويس. باستخدام الطيارة اقدر ادور في الماب ادور لي اعداد بيسات طايحة هذيك او متريدة، فممكن احصل لي اغراض كثير. هذا متريد. اوكي للي ما فاهم، هذا البيس متريد، وهذا الشخص دمر الدي سي مثل ما صار ببيسي. لو شفتوا بداية المقطع ما صار في بيسي، ان كل شيء تصلح وما طاح دي كي الا الحائط اللي دمره. فزي ما تشوفوا الواضح انه ريد وسيل كل شيء، والتي سي دمر التي سي في الداخل، فهذا السبب ان كل شيء تقريبا ما طايح دي كي الا الاشياء اللي هو بنيها بعد ما ريده. فبعد ما ريد هذا يعني الاشياء اللي بناها حتى سكيور دلوت، يعني هذا السبب ان الحائط الوحيد اللي طايح دي كي الحائط اللي هو الشخص اللي بناه اللي الريدر. اوكي كويس، ممكن ارجع له بعد نص ساعة يمكن في لوت. هذا البيس متريد. اوكي متريد ولا مو مبني؟ ما اتوقع انه اوكي لو جريد، حصلنا لو جريد، حصلنا لو جريد. اوكي حاليا اقدر اسرق الطيارة، بس ما راح اخاطر بهذا الشيء. اول شيء يلزمني ابني بيس، لان عندي سكراب كثير زي ما تشوفوا، تقريبا وات سكراب كثير، فابني لي بيس على السريع اول شيء، بعدين اسرق الطياره ادور على الماب. لازم توكلوا الحصان يا شباب حتى تزيد سرعته ويزيد هيلث. اوكي حتى تزيد سرعته وهيلثه. فزي ما تشوفوا هذا وات. اوكي هذا الشخص عنده ويل هاكس ولا نتخيل، يعني يضرب فيه انا من وراء حائط. اوكي هذه خطيرة جدا، وعندي سكراب كثير فما راح اضيع وقتي، راح احاول اهرب باسرع وقت، لان عندي موارد كثير وسكراب كثير فما راح اضيع وقتي معاه. شيت اوكي كويس ان عندي حصان سريع. او ماي جاد، لو متت في هذه اللحظه راح انجلد. عندي 500 سكراب تقريبا. او ماي جاد اوكي، ما راح اضيع اي وقت، لازم ابني بيس حاليا. اوكي ابني لي بيس على النهر في السريع حتى اقدر يوم من الايام ان شاء الله احقق حلمي وابني مزرعه، لان في 4000 ساعه اللي عندي في رست وفي حياتي تقريبا ما بنيت ابدا مزرعه هيمب ولا وش اسمه بيريز في سيرفر اوفيشل. يمكن في هذه المرة، يمكن ما اتريد المرة الثالثة على التوالي ابني مزرعة، ليش لا؟ بس اول شيء لازم ارجع للطيارة، زي ما تشوفوا عندي لو جريد. اروح ارجع للطيارة واسرقها. وات اوكي الحائط هذا طاح مرة سريع، ما توقعت بهذه السرعة. شيك على الصناديق، تخيلوا في لوت، ايكيات، اسلحة، تخيلوا. قال لك ايكيات. حتى صخرة ما تحصلها. اوكي اروح للهيلي واسرقها. زي ما تشوفوا اغلب الكامباوندز او المستعمرات متريدة من فترة طويلة، ما في اي شيء في الداخل، حتى افران ممكن طايحة دي كي. بس المشكلة الحالية اني درت تقريبا 5 دقايق في الماب وما حصلت شيء، واللو جريد بدأ يخلص، ما عندي طاقة كثير، فراح احاول ارجع للبيس باسرع وقت، يعني ما عندي طاقة وما عندي لو جريد. حان الوقت للهبوط، 2 لو جريد. شي هير وي جو اجين. اوكي بس اوكي هذا متريد، الواضح انه اوكي لحظة الحائط الحديدي هيلث 6. الواضح من هذا التصميم بس اتوقع انه متريد، لان زي ما تشوفوا الحوائط الارمورد تقريبا قريب تطيح، بس في موجود حوائط ستون، فالواضح ان هذا البيس متريد. ابي اوصل للوت هذه، بس ما عندي وش اسمه، ما بيستخدم اللادر ما بيضيع، لان ما عندي تي سي. لو حطيت اللادر ما تقدر تلوت الوش اسمه، ما تقدر تسترجع اللادر بهامر، لان ما عندك تول كبرت او التي سي. اوكي انا كيف اوصل لي؟ اوكي انا غبي الصراحه، انا غبي.
نايس. اوكي صندوق، واو صندوق تشاركول، حلو. هل في شخص في السيرفر يحتاج تشاركول؟ ما اتوقع اي شخص يرد علي، لان ما حد ما يبي تشاركول الا الكلانات الكبيرة، وما في ما في كلانات كبيرة في السيرفر. ف حاول ليش لا، ممكن في شخص يرد علي. ما في شيء. 200 سكراب. اوكي هذا البيس اكيد فيه لوت، اكيد فيه لوت البيس هذا. 100 سكراب، واو. يو اوكي ويلكم يا شباب، انا IDX المنتج. طبعا في هذه اللحظه انا راح اقص جزء كبير، لان الجزء اللي كان انا اتفاهم مع هذا الشخص الواضح انه هو صاحب البيس، وقال لي انه هو متريد. بس الشيء الغريب انه ما عنده الابواب اللي تحت، فما يقدر يدخل اللوت. فانا بعد هذه الفتره انا اقول له انا نقاسم اللوت، ليش لا. بعدها تحاربت انا وياه وجلدته وكسرت البيت حقه. بس بعدها احد الريدرز دخل وخلاني ادخل اشوف اللوت الواو، زي ما تشوفوا راح اغليكم اللوت اللي ورهولي الموجود داخل هذا البيس. اوكي يا شباب راح يدخلني. ولكن بعد ما فقدت الامل في اني اخ ما راح احصل اي دي كينج بيس، ما راح احصل لوت، قررت اني اجيب البطاقة، تحصل فيوز، بطاقة زرقاء، بطاقة حمراء. بس في اللحظة الغير متوقعة حصل الغير متوقع. اوكي another base، اكيد متريد، اكيد ما في شيء، حصل لي فرنس وانتحروا كالعادة. تعود، فقدت الامل صراحة، ما اتوقع انه موجود في اي دي كينج بيس. بس الشيء الغريب انه موجود في تشاركول في الافران. اوكي هذا ما اتوقع متريد، اتوقع انه طايح دي كي. اوكي في لوت، في لوت، مو متريد، مو متريد، هذا طايح ديك 100%. في لوت كويس، حلو حلو. وات حتى الفرن فيه لوت. اوكي واخيرا عندنا سلاح، واخيرا بعد معاناة بحث ساعتين وانا ادور على بيوس، واخيرا حصلنا اول سلاح واللي هو السمي. اوكي هذا البيز اكيد فيه لوت مره كثير في الداخل. وات اوكي موجود حجر، وات موجود حجر كثير في هذا البيس، يعني هذا مفرمرية صح. كومبوننتس هذا، بس اتوقع اني راح ابني لي بيس بجنب هذا حتى انتظر حتى يطيح دي كي، لان الواضح موجود فيه اللوت مجنون. يعني هذا اللي برا زي ما تشوفوا مره كثير اسلحة وستون وخشب، فاللي في الداخل اكيد مره افضل. وات اوكي في صناديق زيادة، ما شيكت على هذه الصناديق. وات اوكي ما في وقت، ما في وقت حاليا، لازم ابني لي بيس في هذه المنطقة باسرع وقت حتى انقل اللوت. وات صندوق اسلحة. اوكي انفتح البيس، تير تري. اوكي اقدر وات اوكي هذا هذا اغنى بيس في السيرفر صراحه. وات ما عندي وقت حاليا، راح اخذ موارد وابني بيس جديد بهذه المنطقه، لاني ما اقدر اسيل هذا البيس، وفي اي لحظه يجي شخص يسرق كل هذا. صندوق كومبوننتس 1000 اوكي ما عندي وقت، ما عندي وقت، لازم ابني بيس حاليا. اسف اخوي اللي دايما يقولي بنكر بنكر، بس في هذه المره ما راح ابني بنكر، لان في هذه اللحظه اقدر احصل على اشياء مره كثير، ممكن متفجرات، ممكن احصل متفجرات واريد الكلاب اللي موجودين في هذيك المنطقه. طبعا هذا البيس موجود في مكان بعيد شوي، بس لو احصل متفجرات اقدر اريد المنطقه هذه كامله وانتقم منهم جميعا. واو كمية اللوت الموجودة في هذا البيس مجنونة. صندوق كومبوننت، صندوق موارد، حديد بالهبل. واو اوكي في هذه اللحظة راح انقل تقريبا كل شيء الى البيس، انظم كل شيء واوريكم جولة على اللوت وكيف نظام اللوت والصناديق. راح احاول ارتب اغلب الاشياء واسرق تقريبا كل شيء من هذاك البيس. شوفي شباب حصلت صواريخ، حصلت روكتات،
اقدر اريد هذيك المنطقة كاملة. الشخص الكلب اللي ريدني امس اللي اسمه رون ولا ما ادري شو اسمه اقدر ايزلي اريده بهذه الروكيتات. واو واو يا الصدفة، يعني لو ما لقيت هذا البيس كانت راح تكون بداية مرة صعب. بس شوفوا شوفوا اللوت، صواريخ، روكيتات، MLRS، واو. اوكي حاليا يبغالي اطور البيس حتى احط صناديق زيادة زي ما تشوف اللوت. شوف اللوت، واو، اكثر من صندوق حديد مصهور فراكس. واو اوكي، تقريبا طورت كل شيء، البيس صار تقريبا جاهز. او شوف 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 الاسلحة، واو. اوكي ارتب الاشياء وراح اوريكم اللوت. زي ما تشوفوا هذا هو اللوت، حاولت ارتب اكثر الاشياء بس ترتيب راح ياخذ مني وقت. زي ما تشوفوا صناديق، هذا صندوق راح اسوي صندوق الرصاص، لوت مرة كثير. فأتوقع أنا أقرأ كل التعليقات وأدري إن أغلب الناس يقولوا لي طول الحلقة 20 دقيقة 30 دقيقة، بس أدري ومتفهم هذا الشيء وأحاول دائما أحاول ألعب كثير. بس أنشغل، أنا عندي حياة برضو، أنشغل في أشياء كثيرة أسويها، أنشغل عندي أشغال أسويها أشياء. يعني هذا اللعب اللي بتشوفوه أنا بحثت كثير 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 حتى أدور ديكينج بيسز. تقريبا اللعب اليوم 3 ساعات أو فوق. شوفوا انا قصقص اشياء كثير ما اطلعها، لان اشياء اغلب الاشخاص ما يهتموا. احاول دائما احط الاشياء المهمه ولها تاثير في القصه ومجرى الوايب ومجرى المواسم ومجرى الايام. فزي ما تشوفوا اليوم يوم اسطوري. اتوقع انا من خبرتي اتوقع ان هذا من اكبر ومن اغنى البيسات في السيرفر، يعني اللوت مره مجنون. وكذا اكون خلصت الحلقة 4. أشوفكم بكرة بنفس توقيتنا اللي هو الساعة 11 بتوقيت السعودية والعراق. كان معكم IDX، شكرا على المشاهدة، السلام عليكم. Lay down.